سامراء العسكريين تحتضن المؤمنين في ليلة استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، والمواكب الخدمية تنتشر في جميع الأزقة والطرقات. سيادة العراق وضمان حصصه المائية وفتح أبواب الاستثمار أبرز مضامين كلمة رئيس الوزراء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. إحالة عقد تطوير حق العكاز الغازي إلى شركة أوكرانية، وتوقعات بتجاوز سعر برميل النفط عتبة $100 في الأسواق العالمية. رئيس الجمهورية يشدد على أهمية تشجيع ودعم القطاع الخاص، والعمل ترفض العامل المضمون بامتيازات وحقوق. بنزور العسكري والله كحل ناظري، بالإمامة لو مريد أسأل جاوبني يا زاير من تزور العسكري لا تظل حاير مو مناير شوفت يا من المناظر خوف أبو فضل ترى هاي المناير أهلا بكم. تحيي جموع زائرين المؤمنين في مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام زيارة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حيث تشهد العتبة العسكرية المقدسة وبشكل متواصل توفد قوافل الزائرين الحاشدة من مختلف المحافظات على شكل مسيرة اكتظت بهم الطرق المؤدية للمرقد الشريف لنيل شرف زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام وإحياء مراسيم استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، معلنين إيمانهم وولاءهم لمسيرته الخالدة المعطاء وتضحياته الجليلة في سبيل الإنسانية. وتأتي الزيارة في وقت عززت القوى الترابية انتشارها الأمني لتأمين محيط المدينة والزائرين، فيما يواصل أصحاب المواكب تقديم الخدمات للزائرين من خلال نصب السرادقات وتقديم وجبات الطعام والشراب. سامر مو قبة وصحن غيرة وشرف نحسها، والشيعة يكفيها الفخر لو قدمت نفسها سامر مو قبة وصحن غيرة وشرف نحسها، والشيعة يكفيها الفخر. وصل وفد أمني رفيع برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي مدينة سامراء المقدسة للإشراف على متابعة وتنفيذ خطة زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام. الوفد عقد اجتماعا موسعا فور وصوله حضره محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير الهلوب ومسؤولون في المحافظة، تناول كيفية تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية لضمان انسيابية الزيارة وإنجاحها. أعلنت هيئة المواكب في العتبة العسكرية المقدسة عن أعداد التخاويل الخاصة بدخول المواكب إلى سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الهيئة أكدت توفير كافة احتياجات المواكب، حيث تم توزيعها على طول الطرق المؤدية لمرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام، مشيرة إلى أن عدد المواكب بلغ أكثر من 850 بين خدمية وعزائية. واجه الإمام الحسن العسكري عليه السلام ظروفا قاسية ومعاناة صعبة في حياته وفي خضم الحرب غير المعلنة التي شنها المعتمد والحقد المتصاعد ضده في الوقت الذي جاهد فيه الإمام لإبقاء شعلة آل البيت متوهجة وضاءة
والحفاظ على تراث ونهج الرسالة المحمدية. التفاصيل مع أحمد الزيدي. مصيبة نكرة. إلى سامراء المقدسة توجهت ملايين القلوب العاشقة لآل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر من ولد الحسين عليه السلام. فبذكرى شهادة الحسن العسكري سلام الله عليه توجه المؤمنون من مختلف المحافظات العراقية ومن شتى البلدان العربية والإسلامية وهم يحملون القلوب قبل الرايات لإحياء الأمر ولتجديد العهد مع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وتعزيته باستشهاد أبيه ونصرته بذكرى تنصيبه عليه السلام والاستذكار الإضاءات الخالدة في حياة هذا الإمام الهمام الذي قضى سني عمره في معتقلات الظلم والجور العباسي وهو يقارعهم لا تأخذه في قول كلمة الحق وأعلى راية الدين المحمدي ظلم الحكام وجورهم ليتجدد مرة أخرى الولاء لهذه العترة الطاهرة عبر صور الكرم المحمدي الذي جسده أصحاب المواكب الحسينية وهم يجودون خدمة وبذلا لتتحول سامراء إلى كربلاء أخرى تكتب فيها معاني الانتماء لمدرسة أهل البيت عليهم السلام ونهجهم القويم فالكل قدم ويقدم عبر مشاهد الخدمة هذه سواء كانت لراحة الزائرين أو طبية أو أمنية. لقناة الفرات أحمد الزيدي. للحديث أكثر مشاهدين عن أجواء الزيارة ينضم معنا من سامراء المقدسة موفدنا إلى هناك الزميل واثق محي الدين. واثق نرحب بك معنا، كيف هي أجواء الزيارة؟ حدثنا عن الإجراءات الأمنية عن الخدمات هناك، تفضل. نعم مسلم، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين أبا محمد الحسن العسكري عليه السلام. نعم مسلم، لا تزال هذه الحشود المليونية تتوافد إلى مدينة سامراء المقدسة وهذه المدينة التي تفتح ذراعيها لاحتضان هذه الحشود. طبعا أكيد هنالك صور ولائية، اليوم تنوعت هذه الصور التي يقدمها خدام المواكب الحسينية، هذه المواكب التي غصت بها الطرقات التي تؤدي إلى مدينة سامراء. الكل هنا يتسابق حتى يسجل اسمه يعني في سجل خدام الإمام الحسن العسكري. أيضا هنالك تعاون كبير لاحظناه من قبل الأمانة العامة للعتبة العسكرية ومع أصحاب المواكب الحسينية، هذه المواكب التي يعني أتى أصحابها من جميع المحافظات العراقية حتى يقدموا خدمة إلى زوار الإمامين العسكريين. مسلم، ما لاحظناه اليوم هو هنالك مشاركة واسعة من قبل جنسيات عربية وأجنبية لإحياء هذه مناسك هذه الزيارة المباركة. طبعا بالتأكيد تتوافد، لا تزال تتوافد هذه الحشود حتى ساعات الصباح إلى أن يتم تتويج الإمام الحجة المنتظر. هنالك تشييع رمزي إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وكذلك يعني هذه المواكب الحسينية يعني مثلما أسلفت هنالك تعاون أيضا مع العتبة العسكرية. أيضا إذا ما أردنا الحديث عن الخدمات المقدمة من قبل حكومة سامراء يعني هذه المدينة، اليوم هنالك تعاون كبير من قبل الدوائر الخدمية مع أصحاب المواكب الحسينية. الحديث إذا تطرقنا إلى الحديث إلى الجنبة الأمنية، هنالك خطة شاملة وواسعة وانتشار أمني كبير من قبل القوات الأمنية من الداخلية والدفاع يعني بالتأكيد بالرجوع إلى خطة أمنية مسبقة وضعتها قيادة عمليات صلاح الدين لتأمين هذه الزيارة. هنالك انسيابية عالية بالنسبة لدخول العجلات من وإلى سامراء المقدسة. نعم مسلم. طيب هل هناك واثق إحصائية معينة من قبل الجهات الرسمية في المحافظة عن أعداد الزائرين لهذه المدينة المقدسة؟ أيضا تحدثت عن الزوار الأجانب، ما هو حجم الزوار الأجانب؟ مشاهداتك حول هؤلاء؟ طبعا بالتأكيد لم تعلن يعني إلى الآن، ليس هنالك أعداد دقيقة بالنسبة إلى أعداد الزائرين، لكن أعلنت العتبة العسكرية عن أعداد المواكب الحسينية التي بلغ عددها 850 موكب. أيضا هنالك يعني مثل ما أسلفنا هذه المشاركة الكبيرة من قبل
الزوار العرب والأجانب التي تقدر أعدادهم يعني بالآلاف اليوم لإحياء مناسك هذه الزيارة المباركة. وإلى الآن تسجل مدينة سامراء دخول زوار وافدين يعني لإحياء هذه الليلة المباركة. طبعا متواصلون معك واثق ومع المشاهدين أيضا حول هذه الزيارة وأيضا البث المباشر عبر قناة الفرات. طبعا شكرا جزيلا موفدنا واثق محي الدين، كنت معي مباشرة من سامراء المقدسة. من نزور العسكري والله كحل ناظري، من نزور العسكري والله كحل ناظري، بالإمامة بالإمامة لو مريد أسأل جاوب يا زاير، لو مريد أسأل جاوب يا زاير، من تزور العسكري لا تضل حاير، من تزور العسكري حاير، مو مناير شوف زين المناظر، خوف ابو فضل ترى هاي المناير، خوف ابو فضل ترى هاي المناير. اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني زيارته إلى نيويورك بعد مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مشاركة السوداني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 حظيت بإشادة واسعة من الأوساط السياسية والنيابية، وذلك لتركيزه على نقاط أساسية جوهرية أزالت الصورة النمطية المأخوذة عن العراق خارجياً. واستعرض طبعا فيها محاور مهمة جدا من الواقع العراقي وأيضا البرنامج الحكومي الذي يسعى إلى تحقيقه ونجاحه. رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني أكد خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد حرص العراق على بناء سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، فيما شدد على الاحتفاظ بحق الرد ضد أي انتهاك تتعرض له البلاد. تؤكد جمهورية العراق التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترام جميع القرارات الأممية وتصميمها على إقامة أفضل العلاقات مع الجميع ولا سيما دول الجوار، ونرفض التدخل بشؤون بلدنا الداخلية وتحت أي ذريعة كانت. وفي الوقت الذي يلزم فيه دستورنا أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، نطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، ونحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات المناسبة على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا. السوداني دعا إلى إقامة تجمع إقليمي يضم دول شواطئ الخليج يطلع بتنسيق الجهود الإقليمية لإدارة المياه ومواجهة التغيرات المناخية. الكارثة البيئية أشد على العراق ودول المنطقة، مع ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، مما يحول أشكال الحياة الطبيعية إلى صعوبة بالغة تقترب من المستحيل. ومن هذا المنطلق فإن العراق يعمل ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود بين الدول الإقليمية المعنية للعمل معا وإيجاد آلية فعالة للتنسيق وتشكيل تكتل تفاوضي ضمن اتفاقية المناخ، وإلى آلية متكاملة لإدارة المياه العابرة للحدود ومواجهة آثار الجفاف والعواصف الترابية وموجات ارتفاع الحرارة، وأهمية تحشيد الجهود الدولية والتشجيع الأممي لضمان استدامة موارد المياه. وعلى هذا الأساس فإننا ندعو إلى إقامة تجمع إقليمي يضم دول شواطئ الخليج من العراق وإيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي الدول التي ستتعرض أكثر من غيرها لارتفاع درجات الحرارة،
ويطلع هذا التجمع بتنسيق الجهود الإقليمية لإدارة المياه ومواجهة التغيرات المناخية وتعزيز حماية البيئة والعمل المشترك في مواجهة الجفاف. عدة لقاءات مهمة عقدها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع رؤساء دول مختلفة وشخصيات مهمة خلال حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن السوداني التقى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، حيث أشاد بدور المنظمة الأممية في دعم العراق وجهودها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي. من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن دعمه لدعوة العراق من أجل التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية الخطيرة وأثار الجفاف والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم. هذا والتقى السوداني نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر جيمس دودن، حيث أكد انفتاح حكومته على توسيع الشراكة مع بريطانيا في مختلف المجالات. السوداني التقى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، حيث أعرب عن تقديره لمواقف كوريا الجنوبية، مؤكدا تطلع العراق إلى تعزيز العلاقات والشراكة مع كوريا. من جانبه جدد الرئيس الكوري تأكيد بلاده سعيها إلى استدامة أفضل علاقات التبادل والتعاون الثنائي ورغبة الشركات الكورية في المساهمة بجهود الإعمار في العراق. الحياد القوة، مبنى تبناه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال لقاءاته وكلمته في الأمم المتحدة. مراقبون أكدوا أن السوداني يدير البوصلة بالاتجاه الصحيح لما له من قدرة على فرض السيادة. حسين ياسين معه المزيد. انتهى زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى نيويورك، لكن ما طرحه السوداني من ملفات سواء على مستوى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولي العالم تركت انطباعا مهما عند الجميع قرأها كثيرون، جدية العراق في مد جسور جديدة من التعاون والشراكات وتجاوز التحديات الآنية والمستقبلية وفق مبدأ الاحترام المتبادل البعيد عن سياسة المحاور. حكومة السيد السوداني اليوم تتجه يعني أو تدير البوصلة بالاتجاه الصحيح، لأنه شوف السيد السوداني عندما تحدث يعني بالأمم المتحدة قبل يومين تحدث بالعلاقة العراقية الإيرانية والعلاقة العراقية التركية بصراحة، يعني لم يكن خائفا. هذا الحديث لم نراه يعني عند رؤساء الوزراء السابقين، كان هنالك تحفظ عن بالحديث بهذا الموضوع. هذا يدل على أن هنالك خطط جديدة ممكن أن تنفذ قريبا في السياسة الخارجية العراقية، وتجبر حتى يعني الولايات المتحدة وتجبر دول الجيران على اتباعها أو الاحترام العراق ككيان قائم بذاته هو يدير نفسه. أهمية هذا الحدث الذي وصفته آراء أخرى بالاستثنائي لإيجابية الموقف العراقي في التعامل مع حلفاء الأمس واليوم وتبني موقف الحياد والقوة في آن واحد، ولد حاجة ماسة على الصعيد الداخلي لدعم الحكومة في سياساتها الخارجية باعتبارها النافذة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة. لابد أن نتكامل مع الملفات الإيجابية تنسجم مع الواقع العراقي. هذه اللقاءات التي جراها السيد السوداني وانعكاساتها في المرحلة المقبلة مبنية على مدى انسجام واستقرار الساحة السياسية المحلية حتى ندعم الحكومة الحالية وأن تكون حكومة تأسيسية للمرحلة الجديدة. بالمجمل الترقب يزداد في الوقت الراهن إلى النتائج التي من المرجح أن تلي هذه الزيارة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمضي باتفاقات من الممكن أن تخلق فرصا حقيقية تسند الحكومة في تنفيذ برنامجها الواعد. ومن المرتقب أن تتجدد زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في القريب المنظور، وهذه المرة ستخصص لاستكمال جولات الحوار الاستراتيجي ما بين بغداد وواشنطن. حسين ياسين الفرات، بغداد.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين أن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن حسين التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش مشاركته لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية. من جانبه أكد لافروف حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قدم رؤية شاملة أمام الأمم المتحدة عن عراق قوي ومتزن. وذكر الشمري في تدوينة له على موقع اكس أن رؤية شاملة تضم السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان قدمها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أمام العالم، وعبر عن التزام الحكومة مع شعبها والمجتمع الدولي نحو عراق قوي متزن أكثر استقرارا. وأشار إلى أن مشاريع التنموية أعلن عنها العراق ضمن سياسة التشبيك الاقتصادي والدبلوماسية المنتجة. أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أنه تم تأجيل وتعليق بعض النقاط الخلافية مع الاتحاد الوطني. كريم أشار إلى أن التأجيل جاء حتى انتهاء انتخابات مجالس المحافظة، انتخابات مجلس محافظة كركوك وتشريع قانون النفط والغاز، وذلك لأهمية الانتخابات على هذه الخلافات. أقامت نقابة المحامين اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد، وذلك لمناقشة أزمة المياه. الحاضرون عبروا عن دعمهم لحقوق العراق المائية، فيما أعربوا عن قلقهم من السياسات المائية المجحفة التي تمارسها بعض الدول إزاء دول المصب، داعين إلى تعميق التفاهمات بين الدول المتشاطئة وفق القوانين الدولية لتأمين الحصص المائية للعراق. برعاية السيدة نقيب المحامين أحلام اللامي، من خلال استضافة بلاد حمورابي مؤسس أول مدونة قانونية الأخوة الأشقاء المحامين العرب للاجتماع الطارئ بعد غيابة دامة لأكثر من 3 عقود. حقيقة أنا هذا اليوم أشوفه عرس قانوني وعرس ثقافي. نتمنى ونطمح أن يكون هذا الاجتماع اجتماع مهم نطلع به بمخرجات مهمة مفيدة لكل البلدان العربية اللي شاركوا بالاجتماع. يأتي هذا المؤتمر في ظل أوضاع عربية متأزمة على جميع المحامين العرب، بل على العرب قاطبة، أن يتضامنوا مع العراق الشقيق في وجه الأطماع في المياه وفي وجه الإرهاب التكفيري الذي ما زال يهدد أمن العراق وأمن الدول العربية. للعراق الشقيق كل التحية من لبنان، والأمل بأن تستمر التعاون بين جميع الأقطار العربية لا سيما المحامون العرب من أجل الوصول إلى وحدة عربية. تعقد تطوير حق العكاز الغازي على شركة أوكرانية خلال الأيام المقبلة. وقال وكيل الاستخراج بوزارة النفط باسم محمد خضير إن الوزارة ستحيل عقد تطوير حق العكاز الغازي غرب الرمادي إلى شركة أوكرانية، وذلك من خلال معايير عالمية تمكنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد. وأشار خضير إلى أن مجلس الوزراء أقر في 20 من آذار الماضي توصية المجلس الوزاري للطاقة لسنة 2022 بشأن التسوية الرضائية
مع شركة كوكاز الكورية الجنوبية مشغل حقل عكاز الغازي وتحرير الحقل من تعثر الشركة في إنجاز المشروع الاستثماري استراتيجي للعراق. إلى ذلك أعلنت وزارة النفط رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى كربلاء المقدسة إلى 140 ألف برميل يوميا. وقال بيان الوزارة إن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس أكد أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير النفط والبرنامج الحكومي الخاص بتشغيل المصفى بكامل طاقته التصميمية البالغة 140 ألف برميل باليوم. وأكد أن الفترة الماضية كانت تمثل خطوات استكمال إنجاز الملاحظات الفنية والفحص والتقييم تمهيدا للتشغيل. إلى ذلك رجح مسؤولون في وزارة النفط أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار خلال الأشهر المقبلة. وقال وكيل الاستخراج في وزارة النفط باسم محمد خضير في تصريح صحفي أنه من المتوقع أن يلامس سعر برميل النفط الخام 100 دولار بالربع الأخير لعام 2023. وأضاف أنه من الصعب هبوط أسعار برميل النفط عن 75 دولارا للبرميل بسبب توازن قرارات أوبك بلس، فضلا عن الوضع في روسيا، كما أن أوروبا وأمريكا لديهما أيضا هدف أن لا يتجاوز سعر النفط 85 دولارا للبرميل. أكدت وزارة النفط وضع خطة لاستيعاب الاختصاصات وفق حاجة الشركات النفطية، مشيرة إلى أنها ألزمت الشركات الأجنبية باعتماد العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85%. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الوزارة تضع خططها لاستيعاب الاختصاصات وفق حاجة الشركات النفطية، مبينا أنها ألزمت الشركات الأجنبية ضمن عقود جولات التراخيص بالاعتماد على الجهد الوطني من العمالة بنسبة تزيد عن 85%. في ذي قار مطالبات بتفعيل قانون البترودولار لما له من أهمية تعود على المحافظة وأهلها كالمشاريع الاستثمارية وتشغيل الشباب العاطل. التفاصيل مع جواد الحسيني. البترودولار قانون أقره مجلس النواب العراقي منذ العام 2010 يلزم وزارة المالية بتخصيص 5 دولارات للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط منتج، إلا أن القانون غير مفعل في الوقت الحالي وما زال يراوح أدراجه في الأروقة السياسية. مواطنون من أبناء محافظة ذي قار طالبوا بضرورة تفعيل هذا القانون كي يعود بالنفع على المحافظة من خلال إقامة مشاريع استراتيجية وخدمية تخدم المحافظة كمشاريع البنى التحتية ومشاريع أخرى في محافظة لم تجني سوى الانبعاثات الغازية والأمراض السرطانية والتنفسية من إنتاج النفط ومشتقاته. ملف البترودولار له أهمية كبرى على الواقع المحافظة، خصوصا إذا تم استغلاله والاستفادة ووضع مشاريع خاصة بهذا النحو، يعني راح يستقطع يعني كمية لا بأس بها من الموازنة، بالتالي ممكن نستفيد من هذه المبالغ في مشاريع أخرى، وبالتالي المناطق المحيطة في الشركات النفطية راح يتم إعمارها. لكن النقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها لابد من اختيار مشاريع ذات جدوى اقتصادية وذات جدوى للبنى التحتية. البترودولار كون يتفعل البنى التحتية، المستشفيات، المدارس، ربط الطرق، هذا اللي يريده. يعني سال البترودولار شنو فائدته؟ يعني جاي نشوف، نتمنى ان يكون تحقيقهم على قضية البترودولار، مو فقط يعني بس عندنا قانون البترودولار وخلاص، لازم نتابعه ونشوف وين جاي تروح الاموال هاي العاطلين، الشباب اللي تارس الشوارع، يعني ماكم منحق ارض غيركم، صح له لا غير نريد نستفاد، احنا هاي المصافي بس الدخان والسرطان نستفاد منها. ويرى قانونيون من أبناء محافظة ذي قار بأن قانون البترودولار هو قانون مهم وحيوي لو فعل واستثمر بشكل جدي وصحيح لمحافظة منكوبة مثل ذي قار تعاني مشاكل خدمية ونقص حاد في المشاريع على كافة الأصعدة، خاصة لتلك المناطق المجاورة للآبار والشركات النفطية،
داعين في ذات الوقت بضرورة تفعيل هذا القانون واستثماره بإنشاء مشاريع خدمية تدر بالنفع على المحافظة، كإنشاء المشافي والطرق والجسور والمدارس وتشغيل العاطلين من أبناء المحافظة من أمواله. هذا القانون بدوره إذا تم تفعيله يرفع من المستوى المعيشي والاقتصادي في المحافظات المصدرة للنفط، واحنا طبعا نحكي عن محافظة ذي قرب بكونها محافظة منكوبة وتعاني أيضا من بطالة على مستوى واسع يعني من الشباب. ففي حال أيضا نشدد على تفعيل هذا القانون بأسرع وقت ممكن لكونه يقلل من الضغط الحاصل على الحكومة المحلية في توفير فرص عمل للشباب، وكذلك يعني يرفع من المستوى المعيشي والاقتصادي والبنى التحتية. وفي حال تفعيل قانون البترودولار من جديد، فإن من شأنه تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والصحي لمحافظة ذي قار التي تعاني مشاكل جمع على مستوى الخدمات، خاصة لتلك المناطق القريبة من الشركات النفطية التي لم تجني سوى الانبعاثات الغازية والكربونية والأمراض السرطانية. من ذي قار، جواد الحسيني، الفرات. استضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في وقت سابق وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة نفط البصرة لمناقشة عدد من القضايا. وأعلن النائب هيبة الحلبوسي أن اللجنة ناقشت موضوع تأهيل أنابيب تصدير النفط الخام في محافظة البصرة وتأهيل مستودع الفاول للحفاظ على كمية الصادرات، لكون أنابيب تصدير النفط الخام قديمة جدا بالإضافة إلى الأنابيب البحرية التي تم إنشاؤها عام 2011، مشيرا إلى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على التخصيص المالي. وكان عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابي علي شداد قد أكد في مرصد خبري السابق أن هنالك رغبة لدى حكومة الإقليم بامتلاك صلاحية الإيرادات المستحصلة من النفط. تعرف أن نقاط الخلاف الجوهرية في هذا القانون أن حكومة الإقليم هي من تمتلك صلاحية استلام المبالغ المتأتية من خلال تصدير هذه النفوط. وبنفس الوقت أنت تعرف جيدا ومن خلال قرار المحكمة الاتحادية هي يجب أن تكون سومو هي المعنية في عملية بيع النفط في إقليم كردستان. فبالتالي أن الإقليم دائما ما يشكل على ضمانة توفر الأموال المالية لدى الإقليم. الحكومة الاتحادية قد اقترحت لأكثر من مرة أن يكون هناك حساب خاص ضمن أحد المصارف المهمة العراقية ويتم الصرف من خلال يعني الإعاز من خلال الحكومة المركزية. هذا ما يعني تؤكد عليه حكومة الإقليم بأن عمليات الصرف المالي تكون تحت إشراف حكومة الإقليم مباشرة بدون حصول موافقة من قبل الحكومة الاتحادية. إذن مشاهدينا، المزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا في المرصد الخبري الخبير النفطي الدكتور فرات الموسوي. سيد الموسوي، مرحبا بك معنا في المرصد الخبري. كيف تنظر إلى مستقبل صناعة النفط في العراق؟ هل سيكون مثلا الغاز الرديف المناسب والناجح للبترول؟ نعم، مساء الخير عليكم جميعا وعلى السادة مشاهديكم الكرام. حقيقة يعني العراق بما يمتلك من موارد ضخمة
في مجال النفط والغاز تحديدا، يعتبر من أوائل الدول ويمكن أن يكون لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي سواء بالنفط أو الغاز. موضوع النفط الآن هو يتصدر يعني المشهد، ثاني منتج في أوبك، يعني هو وهو من أسس منظمة أوبك، له باع طويل في النفط، هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للغاز، الغاز الآن أصبح يعني له أهمية كبرى عالمية، وخصوصا بعد التغييرات السياسية بالعالم، فلهذا اتجهت حقيقة الحكومة العراقية يعني الآن في عام 2023 إلى المزيد الاستثمار في التوجه في مجال الغاز، رغم يعني طوال السنوات السابقة كان هذا المنتج يحرق هدرا، كان يعني لا يستفاد منه اقتصاديا وأيضا ملوث للبيئة. مستقبل العراق، يحتاج العراق إلى استراتيجية حقيقة جديدة لتبني ملف الطاقة، ملف الطاقة حقيقة وتحديدا الصناعة النفطية ملف لم يكن بأيدي يعني جيدة، بحيث أن الصناعة النفطية متأخرة جدا في العراق. العراق ما زال أحادي الاقتصاد، يعني يبيع النفط وما ينتج عن بيع النفط يوزع يعني على الرواتب ومشاريع بسيطة لا تدر بالنفع على الاقتصاد العراقي، فلهذا العراق يحتاج إلى حقيقة استراتيجية جديدة بالنسبة للصناعة النفطية، وهو مؤهل لأن يتصدر المشهد في المنطقة والعالم بما يملكه من موارد. نعم، اليوم جولات التراخيص للغاز، أيضا استكشافات نفطية، هل زادت هذه الأمور من حجم الإنتاج النفطي؟ نعم طبعا، احنا يعني مجمل الغاز ما يتم استثماره هو من الغاز المصاحب الذي يشكل 70% من الغاز الموجود في الحقول النفطية. يعني انت اذا اردت زيادة اليوم في استثمار الغاز المصاحب يجب ان تستثمر جميع الحقول النفطية، وهو ما سعت اليه الان الحكومة في الجولة الخامسة والسادسة والتي ستكون ذات عائدية غازية. هذا يعني كل جولة الان سوف توفر من 1000 الى 800 مليون قدم مكعب قياسي، مع يعني التعاقدات في بيكر هيوز في الناصرية وشركة جنرال إلكتريك، وأيضا دخول أيضا كثير من الشركات الصينية في ميسان، سوف تساعد في استثمار الغاز لوصول تقريبا بحدود 5000 إلى 6000 مليون قدم مكعب، وهو سيوفر يعني ما يحتاجه العراق خلال هذه الفترة. هذا التوجه الجديد سوف يزيد من استثمار هذه الطاقة. العراق حقيقة يتأمل في أن يصل إلى الاكتفاء الذاتي خلال من 3 إلى 5 سنوات من الاكتفاء الذاتي في الغاز. من جهة يعني الغاز الجاف اللي هو استثماره في منظومة الطاقة والأنواع الأخرى من الغاز يتم يعني حقيقة تصديرها، وهو هذا ما تسعى إليه وزارة النفط لحد الآن، ولكن يحتاج طبعا إلى جهد كبير يعني وقوي في هذا المجال، وخصوصا أن الغاز هو المورد الأول المطلوب عالميا بالنسبة لدول أوبك وأوبك بلاس. نعم. كيف سيكون موطئ قدم الشركات الجديدة التي دخلت العراق، الشركات الأوروبية، خصوصا هذه الشركة الأوكرانية وهم اختصاص في مجال استثمار وإنتاج الغاز، كيف تنظر إلى هذا التوجه الحكومي نحو هذا الموضوع؟ طبعا يعني هذا احنا عندنا 3 حقول كبيرة عملاقة من الغاز الحر، حقل السيبة في البصرة، وحقل المنصورية في ديالة، وحقل عكاز في الأنبار. حقل عكاز بعد 2014 ومنذ دخول داعش توقفت الشركة الكورية التي كانت تمتلك حق الاستكشاف والتنقيب في هذا الحقل ضمن جولات التراخيص. الآن يعني تم يعني دخول أكثر من شركة وطلب أكثر من شركة للاستثمار في يعني هذا الحقل المهم جدا، حقل الغاز الحر، والذي يمكن يعني تقريبا بحدود 400 مليون قدم مكعب قياسي. هذه التقديرات الأولية ضمن الآبار القليلة المستكشفة لحد هذه اللحظة. دخول أو إعلان، مجرد إعلان وزارة النفط لشركة يعني حقيقة بالاستثمار، هو شيء يعني يسير بالاتجاه الصحيح.
نشكرك جزيل الشكر الخبير النفطي دكتور فرات الموسوي، كنت معي ضيفا كريما في المرصد الخبري، شكرا جزيلا لك. استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية وزير الثقافة أحمد البدراني، وبحث الاجتماع أولوية الحكومة في المنهاج الوزاري في معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص للشباب العاطلين من خلال عمل التأهيل والصيانة للمواقع الأثرية وتسييجها ومنح الموافقات لاستقبال النصوص للشباب الراغبين بتقديم أعمال سينمائية ومسرحية ومنح إجازات ممارسة مهنة الفندقة وشركات السفر والمطاعم والقاعات. وتناول الاجتماع تطبيق مشروع الحوكمة الإلكترونية ومذكرات التفاهم وتوقيعها بخصوص السائحين الأجانب. أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة مواصلة الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، كونه يمثل ركيزة أساسية لتلبية مطالب المواطنين وتقديم الخدمات. وقال رشيد خلال استقباله رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال وليد نعمة فارس أن العراق يتمتع بعوامل اقتصادية جغرافية ثقافية وحضارية، ومنطلق لأهمية توحيد جهود الاتحادات والنقابات المهنية واستقلاليتها. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تشجيع دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مشيرا إلى ضرورة تحسين أوضاع العمل وحماية حقوقهم وبذل الجهود لإصدار التشريعات التي تضمن شروط عمل مناسبة لهم. أكد مستشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني أن قانون الضمان الاجتماعي من أهم القوانين العراقية ويخص شريحة واسعة من الشعب العراقي من طبقة العمال. وأضاف العطواني في تصريح صحفي أنه لا يمكن إنهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص المضمونين إلا بموافقة وزير العمل حصرا، وأن أي عامل مضمون يتم إنهاء خدماته يمكنه مراجعة الوزارة لغرض التحقيق في أسباب ذلك، وعلى رب العمل تقديم وإثبات أسباب التخلي عن العاملين المضمونين. وأشار العطواني أنه في حال وصل العامل السن التقاعدي يمكنه مراجعة دائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل لاستكمال إجراءات التقاعد، وكذلك يمكن لمن أكمل 10 سنوات عمل مضمونة أن يشتري 5 سنوات المتبقية. القطاع الخاص هدف مهم من أهداف الحكومة وبرنامجها، ما يتطلب منها دعم وإسناد هذا القطاع المهم. غرفة تجارة النجف الأشرف أكدت على ضرورة إعادة النظر في التخطيط لبناء قطاع صناعي متطور. السجاد الخقاني. غياب القطاع الخاص في العراق وتهميشه انعكس سلبا على نمو الاقتصاد في ظل وجود المقومات الطبيعية والبشرية التي تمتلك الخبرات والمهارات المتكاملة لدخول سوق العمل. نقدر ننافس الدول، بس هي المشكلة اللي ماكو فد دعم قوي لنا، يعني احنا حيل مظلومين. ممكن اي شيء نقدر نسوي. هسه انا كاختصاص معماري، حاليا هسه المعماري بالعراق جاي اشوفه شويه جاي ينهض، كان ضعيف وشويه بدا ينهض. عندهم العراقيين عندهم افكار كلش قويه. تراكم المعاناة المتعاقبة التي يشهدها القطاع الخاص أدت إلى توقف المصانع والشركات الأهلية، وبات الاعتماد على الاستيراد الخارجي بشكل أساسي، فضلا عن ضعف الاستثمار الصناعي في البلاد. نحن هنا طاقة إنتاجية شبابية، يعني شنو اللي بالك شنو اللي ما يصير نصنعه، شنو اللي ما يصير نسويه. الله شاهد أنت شفت هسا هاي شيء قليل، يعني إحنا هسا أنا لو الدولة مطيتني اي شيء، لو يعني كل شيء شنو اللي يردون اسوي، شنو اللي يردون انا اقترح واسوي. اذا انا مقيد بالكهرباء 10 اضعاف، مقيد بالماي يحاربوني بالماي، البلديه تزود اجاراتنا اضعاف، كل محافظ يجي يجتهد يقول زودوا اجاراتهم واحنا الصناعيين تعبانين. عودة القطاع الخاص إلى الواجهة الاقتصادية تحتاج إلى وضع سياسة متجانسة في عملية بناء اقتصاد السوق وفق هياكل وتنظيمات مؤسسية ورؤى فاعلة من قبل المختصين. ك
لابد لإعادة النظر في التخطيط لبناء قطاع خاص صناعي تجاري متطور يماشي ويواكب العالمية باستخدام وسائل الحداثة والوسائل العالمية الجديدة. هناك الكثير من المعامل التي أسست لمهارات فنية متطورة، وأيضا وجود رؤوس أموال نامية وكبيرة في مدينة النجف الأشرف. إذا جمعنا هذه رؤوس الأموال النامية مع المهارات والكفاءات الفنية الكثيرة، بالتأكيد سنخلق نهضة صناعية جديدة في مدينة النجف الأشرف. لكن في نفس الوقت هذه النهضة تحتاج إلى تشريعات وقوانين من حيث العمل والضمان الاجتماعي، من حيث الحماية، ومن حيث السيطرة النوعية. ما يملكه العراق من أيدي عاملة ماهرة قادرة على مضاهاة الصناعات العالمية، بيد أنه يفتقر إلى الدعم والتطوير والتسويق للنهوض بالصناعات المحلية. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. ختام المرصد، شكرا لكم، في أمان الله.